اهلا بحضراتكم، وبنرحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز ايهاب الجنيدي. هنتكلم معاه في كل ملفاتنا النهارده. عندنا ملف طبعا البريمير ليج، وعندنا كمان في نهايه الحلقه عندنا كمان دوري الابطال اللي هتقام الجوله الاخيره ان شاء الله بكره وبعده في دور المجموعات. ايهاب مساء الفل عليك. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، ومساء الخير لكل جماهير النادي الاهلي. سعيد بتواجدي مع حضرتك، وطبعا عايز اهني كل جماهير النادي الاهلي على بطوله السوبر، البطوله العظيمه اللي حققناها عن جداره واستحقاق. الفريق الحقيقه ظهر بشكل طيب جدا، تحس خلاص روح جديده وشكل جديد للنادي الاهلي. اسعدنا واسعد كل جماهير النادي الاهلي. اكيد طبعا كلنا سعداء بهذا السوبر، وزي ما بقول لحضراتكم في الانترو ان هو كان مهم جدا جدا في توقيت مهم للنادي الاهلي اللي ظهر بمستوى اكثر من رائع، سواء على المستوى اللاعبين او الاداره الفنيه. تاني بنقول مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله نقول مبروك على طول وان شاء الله باذن الله لهذا الموسم القادم في مشوار النادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او الافريقي.